ماذا لو أخبرتكم أنه بشهادة بكالوريوس فقط يمكن أن تحصل على مرحلة أو شهادة دكتورة؟ وليس هذا فقط، بل من أفضل الجامعات بالعالم. إذا تريد معرفة تفاصيل ذلك شاهد معي فيديو اليوم. هذا الفيديو موجه لكل من البكالوريوس والماجستير الذين يرغبون في استكمال الدراسة للحصول على درجة PhD بسنغافورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا في قناة كل يوم منحة. معكم منال بوجنير، واليوم في فيديو جديد. فيديو اليوم كما سمعتم بالمقدمة فرصة ممتازة جدا، حتى إذا كنت طالب بكالوريوس أو ماجستير، خريج بكالوريوس أو ماجستير، الآن يمكن أن تحصل على درجة دكتورة بأبحاث علمية ممتازة جدا في أحد أفضل الجامعات بالعالم، وليس أفضل الجامعات فقط بل أيضا بأفضل الدول. منحة اليوم مقدمة من طرف دولة سنغافورة، سنغافورة International Graduate Award، وهي عبارة عن شراكة ما بين A-Star، أو هي عبارة عن Agency للعلوم والتكنولوجيا، وأيضا مع أبرز الجامعات المتواجدة بسنغافورة بل الأفضل على الإطلاق، وهذه هي لائحة الجامعات المشتركة أيضا. طيب، هذه المنحة مقدمة لكل دول العالم من أي جنسية وأيضا لكل الأعمار مهما كان العمر. طيب، مدة الدراسة في هذه المنحة هي 4 سنوات، ويتم دراسة التخصصات العلمية فقط، يعني التخصصات التي لها علاقة بمجال العلوم أو مجال الهندسة، وهذه هي التخصصات المقترحة مثل Biomedical Science و Computer Engineering أو Information Engineering، Engineering and Technology، Physical Science. طيب، أي تخصص غير هذه التخصصات للأسف غير متاح، يعني إذا كان تخصصك له علاقة بالاقتصاد أو الآداب أو العلوم الإنسانية أو العلوم الاجتماعية أو غير ذلك فأنت غير مؤهل للتقديم. ولكن إذا كان تخصصك مثلا للبكالوريوس مختلف وتريد أن تقوم بإجراء بحث في أحد هذه المجالات الخاصة إما بالعلوم الطبية أو العلوم الفيزيائية والتي ذكرت قبل قليل، أيضا يمكنك التقديم، ليس شرط أن تتبع نفس التخصص السابق. تمام؟ طيب، أكيد هناك سؤال يعني مطروح ومنطقي جدا، كيف لدرجة بكالوريوس أن يحصل على دكتورة؟ وكيف يتم وضع الدرجتين معا في مرتبة متساوية، هي بكالوريوس وماجستير؟ طيب، الفكرة هنا أنه بالنسبة لأصحاب البكالوريوس عندما سوف يتم قبولهم لدراسة دكتورة في سنغافورة سوف يحصلون على كورسات إضافية، بينما أصحاب الماجستير أو طلاب الماجستير سوف يتم إعفاؤهم بشكل كامل من مجموعة من الكورسات لأنه أوريدي عندهم شهادة ماجستير. مميزة المنحة، يصح أن نقول أن المنحة ممولة بالكامل بنسبة 100%. أولاً، نحصل على راتب شهري بقدر 1200 دولار سنغافوري، والذي قد يزيد ويصبح 2700 دولار سنغافوري إذا اجتزت اختبار القدرات بشكل جيد. ثانياً، تحصل على بدل سفر، يعني تذاكر الطيران ولي بسعر 1500 دولار سنغافوري. أقول دولار سنغافوري لأن عملة سنغافورة هي الدولار، تمام؟ ليس الدولار الأمريكي. عند الوصول تحصل على 1000 دولار، بالإضافة أنك تحصل على دراسة بالمجان بدون أن تدفع أي تكاليف طول مدة 4 سنوات. بالنسبة للمعيشة في سنغافورة تم توضيح ذلك بالضبط في الموقع الرسمي، وقد تتراوح تكاليف المعيشة ما بين 1400 إلى 2000 دولار سنغافوري، وهذا المبلغ يشمل كل شيء، التنقل، السكن ووجبات الطعام. فبالتالي الراتب الذي تحصل عليه والذي قد يكون إما 2200 أو 2700 إذا اجتزت امتحان أو اختبار قدرات بنجاح، فأنت لن تحتاج لأي مصاريف أخرى للمعيشة. الشروط ليست بالمعقدة بتاتا، غير مطلوب منك شهادة لغة إنجليزية دولية، إذا معك أكيد هذا الشيء جيد، تمام؟ وهذا ما تم ذكره في الموقع الرسمي، إذا عندك شهادة لغة سوف يزيد من تقوية طلبك، إذا ليس معك ليست إجبارية. ثانيا، بالنسبة للعمر لا يوجد شرط العمر، مهما كان العمر يمكن للمتقدم أن يقدم طلبه بشكل أونلاين، أيضا ليس هناك حدود جغرافية. طيب، ماذا عن باقي الشروط؟ الشروط أن يكون عندك مستوى جيد في اللغة الإنجليزية، أن تكون إما حاصل على بكالوريوس أو تدرس بكالوريوس، أو حاصل على ماجستير أو تدرس ماجستير، بالإضافة أن يكون أحد اهتماماتك التخصصات العلمية والهندسية، بالإضافة أنك تكون طالب دولي، يعني لست مقيم في سنغافورة أو معك جنسية سنغافورة أو درست سابقا في سنغافورة. في جزئية مهمة أيضا أريد الإشارة إليها، أن فيديو اليوم خاص بالتفاصيل فقط، وبالنسبة لطريقة التقديم سوف نعرضها خلال هذا الأسبوع، بحيث أنني اليوم سوف أعرض لكم كل ما يخص المنحة من مميزات وشروط وإجابة عن أهم الأسئلة، بحيث أن المنحة تكون واضحة لكم جميعا. وبالتالي إن شاء الله خلال الفيديو القادم سوف نشرح طريقة التقديم خطوة بخطوة
الابليكيشن الاونلاين. بالنسبة للجدول الزمني الخاص بهذه المنحة، التقديم مفتوح من شهر ديسمبر لغاية شهر يونيو او 1 شهر يونيو، تمام، اللي هو شهر 6. بعد ذلك يتم الإعلان عن النتائج بعد 12 أسبوع من انتهاء موعد التقديم، وفي النهاية تبدأ الدراسة خلال شهر يناير 2024. وهذه المنحة تستقبل سنويا أعداد كبيرة جدا من الطلاب الدوليين، وهذا ما يجعلها تفتح مرتين في السنة، وهذا لكثرة الطلبات التي تستقبلها بشكل سنوي. طيب ماذا عن الأبحاث؟ الأبحاث عديدة جدا. في الموقع الرسمي سوف تجدون لائحة كل جامعة، وهذا ما يظهر لكم الآن. عندما تضغط على كل جامعة سوف تجد لائحة التخصصات بأسماء المشرفين بالأبحاث المتاحة. طيب ماذا أفعل إذا عندي بحث مختلف لم يتم عرضه بالنسبة للائحة الأبحاث المتاحة؟ لا مشكلة في ذلك بتاتا، بل بالعكس، المنحة ترحب بكل الأبحاث في كل المجالات سواء العلمية أو الهندسية، فلا تتردد إذا كان عندك بحث جاهز. قد يسألني البعض لماذا سنغافورة وهل سنغافورة بلد جيد للدراسة؟ سنغافورة بلد ليس جيد بل ممتاز للدراسة، بلد يتحدث اللغة الإنجليزية، عملة قوية، بلد قوي ومستقبل ممتاز جدا ومشرق جدا بعد الدراسة والتخرج من أحد جامعات سنغافورة. بالإضافة أن أغلب جامعات سنغافورة تحتل مراتب متقدمة عالميا وعندهم جودة تعليم عالية جدا. بالإضافة أن سنغافورة ليست من الدول التي تقدم منح عديدة جدا للطلاب، فلذلك وجود منحة كهاتي فرصة ممتازة جدا. الآن بالنسبة لخطوات التقديم، وبعد إن شاء الله في الفيديو القادم سوف نشرح التقديم عبر الابليكيشن الأونلاين، ولكن أصغوا لي جيدا. أولا يجب تحديد المشروع الذي تريد إنجازه. طيب كيف لي أن أحدد المشروع؟ كما وضحت لكم قبل قليل، كل جامعة يمكنكم الدخول للموقع الرسمي، وسوف ليس موقع رسمي بل كل جامعة وضعت لائحة خاصة بالتخصصات وأيضا بالأبحاث المتاحة مع أسماء المشرفين وإيميلات الخاصة بالمشرفين. طيب هل إجباري أن أتواصل مع المشرف؟ ليس إجباري ولكن يفضل. لن تخسر أي شيء إذا تواصلت مع المشرفين بشكل شخصي، بل هذا ممكن أن يزيد أيضا من نسبة القبول. ثانيا نبدأ بتجهيز الوثائق. طيب ما هي الوثائق التي يجب تجهيزها؟ لدينا صورة من جواز السفر، صورة شخصية، شهادة التخرج أو شهادة تثبت موعد التخرج، شهادة كشف الدرجات لكل الفصول أو لآخر سمستر إذا كنت لازلت تدرس. بالإضافة إذا معك شهادة لغة إنجليزية هذا سوف يزيد جدا من نسبة القبول. ناهيك عن شهادات التوصية، خطابات التوصية أساسية جدا للقبول. طيب الآن بعد تجهيز كل الوثائق ما عليك سوى أن تقدم أونلاين. هل التقديم للجامعة والتقديم للمنحة؟ لا، هو أبليكيشن واحد إلا بعد القبول. مثلا إذا الجامعة احتاجت منك أن تملأ الأبليكيشن الخاص بهم سوف يتم التواصل معك عبر الإيميل من أجل ملء الأبليكيشن الخاص بالجامعة. طيب بعد ذلك عند الانتهاء من الأبليكيشن الأونلاين ممكن الجامعة أيضا أن تحتاج منك بعض الوثائق الإضافية التي ممكن لم يتم ذكرها عبر الموقع الرسمي، مثل امتحان GRE أو امتحانات أخرى، فأنا ذاك يجب توفير هذه الشهادات، أو ممكن أن تطلب منك امتحان TOEFL أو IELTS، ولكن كل هذه الاختبارات يتم طلبها منك بعد الحصول على القبول المبدئي ومراجعة الوثائق مبدئيا. والآن سوف ننتقل لفقرة أسئلة وأجوبة، سوف أجيب عنها عن كل الأسئلة المهمة جدا، وهذه الأسئلة ليست مني أو الإجابات ليست من عندي بل هي من الموقع الرسمي، وحاول فقط أن أختصر عليكم الطريق بحيث أن تكون عندكم المنحة واضحة بنسبة 100%. وننتقل لأول سؤال، هل المنحة بها انترفيو؟ نعم هذه المنحة بها انترفيو. طيب هل الانترفيو فيس تو فيس أو أونلاين؟ هو فقط أونلاين عبر سكايب أو زوم. هل يمكن اصطحاب العائلة؟ كما تم ذكر ذلك بالحرف في الموقع الرسمي، إذا أنت تريد اصطحاب العائلة هذا سيكون على تكلفتك الشخصية، المنحة تتكلف فقط بمصاريف الطالب وليست بمصاريف العائلة أيضا. إذا أنا طالب دكتوراه حاليا هل يمكنني التقديم؟ نعم يمكنك التقديم حتى إذا كنت طالب دكتوراه حاليا، مع فقط ذكر السبب التوقف عن استكمال الدكتوراه الحالية وتريد دراسة الدكتوراه في سنغافورة. هل الابليكيشن الأونلاين يحتاج مني رسوم معينة؟ لا يحتاج أي رسوم، التقديم مجاني 100% على المنحة. طيب كم مشروع يمكنني التقديم عليه؟ يمكنك التقديم لثلاث مشاريع مختلفة حتى إذا كان تم تقديمها من طرف الجامعات مختلفة، ليس شرط أن تقدم مشروع واحد. طيب وإذا أنا تم رفضي هل يمكنني التقديم في الجولة الثانية أو السنة القادمة؟ نعم
يمكن ذلك. طيب هذه المنحة فيها تسهيلات عديدة جدا صراحة، كل ما عليك أن تكون شخص باحث في مجال العلوم أو الهندسة، لا تتردد في التقديم عليها. التقديم مفتوح لغاية 1 يونيو 2023، فرصة ممتازة لدراسة 4 سنوات في سنغافورة. هذا كل شيء بالنسبة لمنحة سنغافورة. لا تنسوا إذا مهتم بالتقديم على هذه المنحة من خلالنا، سوف نساعدكم من أجل إنجاز البحث العلمي أو أيضا تطبيق أفكاركم على أرض الواقع، بحيث أنه معنا أشخاص باحثين في مجالات عديدة جدا والذين يمكنهم صياغة الأبحاث حسب متطلبات كل منحة، بالإضافة أننا يمكننا أن نملأ لكم الأبليكيشن الخاص بالمنحة وأيضا أن نعطيكم إيميلات للتواصل مع المشرفين. كل هذه الأشياء نساعدكم فيها إذا اخترتم التقديم عن طريق فريق كل يوم منحة. في انتظار طلباتكم وأيضا في انتظار تعليقاتكم، وكل المعلومات التي ذكرتها الآن سوف تجدون المصادر في صندوق الوصف. مع متمنياتي لكم بالتوفيق، إلى اللقاء في انتظار الفيديو القادم عن طريقة التقديم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.